في الدوري المحلي انفرد الاسماعيلي بصدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد الفوز على المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في ديربي القناة الذي اقيم على استاد برج العرب بالاسبوع السابع من تلك المسابقة. الدراويش تقدموا من ركلة جزاء سددها ابراهيم حسن وتعادل احمد جمعة للمصري قبل ان يسجل وجيه عبد الحكيم هدفا قاتلا للاسماعيلي بالدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع. بتلك النتيجة انفرد الاسماعيلي بالصدارة بعدما رفع الرصيد الى 16 نقطة ليبتعد بفارق 3 نقاط كاملة عن المصري الذي استقر بالمركز الثالث.